سلطان ما انت كل مره بتقول كده يا ابني. عشان المرتين اللي فاتوا اعتمدنا على ناس تانية، المره دي هنعتمد على نفسنا. ازاي؟ انت هتعمل ان انت خاطف اتوبيس بالرهائن بتاعته، ومنيره هي اللي مرفعه الرهائن. هتطير بالاتوبيس، هتخش داليا طبعا تحاول توقف الاتوبيس، هتعمل ايديها كده اهو. انت بقى قبل ايديها بسنتي تضرب فرامل. هنضم انا، هنضربكوا علقه موت ونكتفكوا وننقذ الرهائن، وبعدها نتجوز. سلطان اوعى يطلع زي المرتين اللي فاتوا، انا بشيل قبح بس. يا حبيبي المرتين اللي فاتوا كانوا توفيق وعدم توفيق. ايه؟ توفيق وعدم توفيق، لكن المره دي انا حاسبها كويس قوي. سلطان يا ماجد، انا هحط داليا في خطر؟ دي حب الكون اللي مدفيه العش. حبيبتي يا داليا، امتى بقى تخف؟ صعبان عليا قوي. انا دلوقتي بكلم الديفل داليا السوبر هيرو، هل تقدري توقفي هؤلاء المجرمين دول عند حدهم؟ انا بقول لاهالي الرهاين اطمنوا، الاوتوبيس هيفضل ماشي في خط سيره وهيوصل باب الشعرية في ميعاده ان شاء الله. وبقول للملثمين المعفنين لو حد فيكم فكر يلمس شعرايه واحده بس من الرهاين يقول على نفسه الرحمن يا رحيم. ها هو الاوتوبيس يقترب وبه الضحايا وبه ايضا المجرمين الملثمين المعفنين. ولا اسرور؟ ايوه يا سلطان الكادر. عايزك تسيب الفرامل، عايز الفرامل مهلبيه. خطر يا سلطان الكادر، احنا كده بنقتل. هتسيب ولا هتترفد؟ هسيب. وين يا سينا؟ خد خطر بس خالص. يلا مسارة داليا مش هوسع، لازم اقف وش الظلم والطغيان. وسعي يا بنت الكسبة، هتموتي معيش فرامل. مش هوسع. الله يخرب بيت امك يا بهجت. تفتكروا يا جماعة عايش لما اشيل الجبس؟ ان شاء الله حبيبتي هتعيشي، بس الدكاتره قالوا غالبا مش هتمشي تاني. سيبكوا بقى من الكلام الفارغ ده، انا بكلم سلطان بقالي يومين وما بيردش. حيوان تلاقيه عمال يتصرمح مع كلبه من الكلاب اللي هو يعرفهم. سلطان والله العظيم ثلاثة، انا ماليه دعوه، ما عملتش اي حاجه. ده هي منيره هي اللي اتفقت معايا على كل حاجه. انا يا بجد. وداليا كمان ادوني فلوس وانا اصلا كنت زهقان، ما عملتش حاجه والله. اطلع بره. بجد بره عادي كده؟ اطلع بره. بهجت كان قصده يعني انه بهجت. والله العظيم كنت عارف ان انت هتديني فرصه علشان تسمعني. خد الولايه دي واطلع بره. خد يلا. لا ما تسيبونيش لوحدي. تكونيش وانت اطلعي بره. مش عارفة؟ طيب انت طالق داليا.